بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنقول في الدرر كذلك من الآثار أن الله جل وعلا لما ذكر آية الصيام قال لعلكم تتقون، واختلف في معنى قول الله جل وعلا لعلكم تتقون. والأظهر أن المتقين لهم شعارات، لهم رداء يتحلون به، ومن أعظم أرديتهم الصيام، فيصبح المرء إذا كان صائما اندرج في سلك أولئك الأبرار وسلك مسلكهم. وهذا مبتغى عظيم، أن يسعى الإنسان في الركب الصالح فيلتحق به. ومنه يعلم من قول الحق جل شأنه كما كتب على الذين من قبلكم أن الصيام أمره عظيم. كيف نستقبل رمضان؟ تختلف أحوال الناس في استقبالهم لرمضان، منهم من تشغله المباريات والمنافسات الرياضية، ومنهم من يمضي أيام الشهر ولياليه في متابعة المسلسلات والبرامج، وصنف آخر همه الأكل والشرب والتسوق، وكثير من الناس يمضي رمضان في النوم والراحة فيقبل عليه شهر الخير وينقضي دون الاستفادة منه. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ولئلا ننطوي تحت هذا الوصف، علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بعزيمة قوية ونية صادقة، بأن نستغل أيامه ولياليه لنفوز برضا الله، ونكون كشخص دخل مزرعة مليئة بأنواع الثمار والطيبات فيجمع منها قدر طاقته. خطط لاستغلال وقتك في رمضان ولتبدأ من الآن. رمضان 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 يا حبيب. اعلم أن عدد ساعات شهر رمضان 720 ساعة فقط، يذهب فيها ما يقارب 660 ساعة بين نوم وأكل وشرب وزيارات وغيرها من أعباء الحياة المختلفة، ولا يتبقى لك سوى 60 ساعة تعادل 5 أيام فقط. لذلك تذكر أن وقتك ثمين فلا تضيعه فيما لا طائل منه. احرص على صلاة التراويح في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واجعل شعارك في رمضان: لن تفوتني تكبيرة الإحرام، فلا يؤذن المؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد. أكثر من تلاوة القرآن واعقد العزم على ختم كتاب الله ولو ختمة واحدة، وستجد الوقت الكافي بعد أذان كل صلاة، وليكن هدفك تدبره والعمل بما فيه وليس زيادة عدد الختمات. في شهر رمضان 10 ليال من أعظم ليالي العام، وفيها ليلة خير من 1000 شهر. الكثير منا يضيعها في التسوق والتجهز للعيد، لذلك أنصحك بإنهاء كل هذه المشاغل من الآن قبل دخول رمضان، وإملاء وقتك بالذكر والدعاء طيلة الشهر الكريم، فأبواب السماء مفتوحة. رمضان ضيف قادم، فأحسن استقباله.